تأتي هذه الورشة في وقت تتسارع به وترك ثورة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يحتم علينا تحديد رؤيتنا لاستراتيجية وطنية بهذا المجال تصبو لتحقيق أهداف طموحة وتحدد مسارات العمل التي ينبغي أن نباشرها دون تأخير. السيدات والسادة، توفر الثورة السريعة والبعيدة المدى للذكاء الاصطناعي فرصاً غير مسبوقة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، ذلك أنها تمكن من رفع أداء ونجاعة العمل الحكومي، وتحمل في طياتها فرصاً حقيقية لمعالجة العديد من التحديات الملحة في مجالات كالاكتفاء الذاتي والمياه والوصول إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية، فضلاً عن رفع إنتاجية المؤسسات للقطاعين العام والخاص. ولا ينبغي أن نغفل إلى جانب فوائده ما يثيره الذكاء الاصطناعي من مخاطر اجتماعية واقتصادية وأخلاقية، كتضخيم الفجوة الرقمية بين البلدان وإشكالات التحيز والشبابية والخصوصية والمساءلة. إن الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال يجب أن ترتكز على عدة محاور رئيسة، منها بناء البنية التحتية التقنية الداعمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في شبكات الاتصالات السريعة والموثوقة والبنية السحابية، تطوير برامج تعليمية وتدريبية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي لتأهيل الكوادر البشرية المحلية وزيادة كفاءتها في هذا المجال الحيوي، تشجيع الاستخدامات العملية في القطاعات الرئيسية التي يمكن أن يسهم فيها الذكاء الاصطناعي بتحسين الخدمات وتعزيز الإنتاجية كالزراعة والمياه والتعليم والصحة والصناعة، تشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تقديم الدعم والتسهيلات للمؤسسات البحثية والشركات الناشئة. وأخيراً وليس آخراً، فإن أي استراتيجية ناجحة ينبغي أن تتسم بالمرونة والمراجعة الدورية، وتتعلم بتواضع من الممارسة العملية لكي تحين المعطيات وتقوم المسار. السيدات والسادة، تمر البلدان بمراحل مختلفة في رحلة تطوير وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الوطنية للذكاء الاصطناعي. طورت على سبيل المثال بلدان مثل كندا وفنلندا استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي منذ العام 2017، تلتها في عام 2018 اليابان وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، ثم التحقت بذلك البرازيل ومصر ومصر والمجر وبولندا وإسبانيا في العام 2021. السيدات والسادة، لقد تأخرنا كثيراً، لذا ينبغي أن نحث الخطى من أجل تحديد أنجع السبل للحاق بهذا الركب. إن إنجاز استراتيجية وطنية طموحة وقابلة للتنفيذ ومتابعة بمسؤولية يتطلب جهوداً مشتركة وتعاوناً مستمراً بين القطاعات الحكومية والخبراء والممارسين والباحثين والمبتكرين والمقاولين المبدعين والقوى الحية بالمجتمع، بل نعمل إذن معاً لبناء مستقبل واعد يعتمد على هذه الثورة التقنية ويخدم متطلعات شعبنا الكريم. أعلن على بركة الله افتتاح هذه الورشة التشاورية راجياً النجاح والتوفيق لأنشطتها.